ما نكثرش عليكم، اعطوني دقيقه ولا زوج، خصوصا لكل من هو مهتم انه يخدم ويطور من راسه. اذا مازال باقيين كتعقلوا، ديك النهار فاش شاركت معكم الهميزان تاع كوثر معاويه الغنيه على تعريف، اللي تبارك الله كانت بدات من والو، واليوم هي حل المشروع ديالها الاول في اوروبا ذا اوتيميت، اللي كل مره واخده عليه جوائز. دخلوا عندها الانستغرام ديالها وغادي تشوفوا كل شيء. المهم شحال من وحده من بعد في التعليق نتاع ديك النهار بدات تقول لي اعطيني الرابط في التحق بالفريق، لانه ما بانش لمعظمكم او ما كانش كيقدر يدخل ليه معظمكم. داكشي باش جيت عاوتاني نذكركم مره اخرى ونوضح لكم كيفاش ديروا. هانتي اذا كنتي مغربيه ساكنه داخل او لا خارج البلاد، الشرط الوحيد باش انك تنضمي لهذا الفريق وتخدمي معهم هو انه خاص تكون عندك بطاقه وطنيه مغربيه. اما الاخوات الجزائريات التونسيات ولا غيرهم من الجنسيات الاخرى، الشرط الوحيد ديالهم هو انه تكون ساكنه في دوله اوروبيه باش انك تقدري تلتحقي بهذا الفريق على الواتساب، اللي غادي تخدمي معاهم غير من دارك وبالتليفون ديالك، وغادي تحققي ارباح اللي هي كبيره. وباش نكون واضحه معكم من البدايه، راه ماشي كي تدخلي ديك الساعه غادي تربحي، لانه ما كاينه حتى شي حاجه بحال هذه الطريقه في العالم. خاصك تجتهدي وما تكونيش كسوله، وتكوني باغيه وتكون عندك العزيمه باش انك تخدمي، واكيد المجهود ديالك ما غاديش يضيع. كيف قلت لكم بلي انه ما كايناش شي خدمه في العالم كتدخلي فيها ديك الساعه وكتخلصي، يا اما كدوزي ستاج هو الاول، يا اما فاش كتدخلي ما كتعجبهمش وما كيقبلوكش. ولكن مع كوثر غادي تقبلي، والبنت اللي من الفريق ديالها اولا ديال العمل ديالها هي اللي غادي تشد بيديك وغادي تفهمك كل شيء. اذا كنتي فعلا باغا تخدمي وباغا تعطي بكل المجهود ديالك، خصك فقط تكوني مجتهده وطموحه، وانت راه ما خاسره والو. جلسه اللهم ديري شي حاجه وديري هدف انه ما تجيش تدخل عليك السنه الجايه ان شاء الله حتى تبداي انك تحققي اولا تدخلي في عالم جديد ومربح. خص غير شويه ديال الصبر والايمان بنفسك، وربي غادي يكمل على كل وحده في الخير في اي حاجه من غير هذا الشيء. تنتمنى انه دابا الامور تكون واضحه. لتحت في اول تعليق غادي تلاقاو الجروب ديال الواتساب اللي غادي تنضموا ليه، غادي تبركوا عليه وغادي تدخلوا. خير ما تعطلش عليكم اكثر، ونقول لكم يلا بسم الله لنبدا. انا مها، فاش كبرت وصلت وقت المدرسه مشيت لدار جدي، لانه والديا كانوا بعد على المدرسه، يعني كبرت مع خالاتي ومر جدي، كنت عايشه عادي وسط منهم. انا في ابتدائي وكل وحده فيهم من خوالاتي هالي كتقرا في لافاك ثانوي، هالي تخرجات وخدمات، ومنهم اللي كانوا تيديروا شي اخطاء او لا كانوا تيخرجوا او لا كنت نشوف شي حوايج اللي كانوا خارجين على الطريق. فوق من هادشي ولاد عماتي ولا اعمامي اذا كانوا شافوني مثلا غير خارجه من المدرسه مع شي واحد كيقرا معايا، كيمشيو ديك الساعه كيوصلوها للباسخونه، ماها راه خارجه هي والدراري ومخلطين مع البنات، وما اصلا كانوا عندهم خواتاتهم. خوتي الدراري كان با دير ليهم الخاطر وعطيهم وقت عليا ومفششهم وما برعهم ماديا. انا غير اذا بغيت شي حاجه كنطلب دار جدي انهم يعطوني تليفون باش ندوي لبا وشوف تشوف واش انه يتفكرني ويبقى عليا ان شاء الله ان شاء الله حتى نجي. لكن في اخر المطاف هادشي كله خرجت عليا خالتي غادي تحرش با عليا وحبسني من القرايه. واحد النهار كان واحد الدري تيقرا معايا في ليستيا اللي مشيت ليها بالنيفو ديال الباك، وكنت مره كنخرج انا وياه عادي ما بيناتنا الاحترام. فاذا به واحد النهار وانا خارجه انا وياه للمدينه باش نتغداو، جلسنا حدا البحر حتى غادي تخرج فيا خالتي ومرت خالي وخالي وخالتي وحده اخرى. انا ما شفتهمش ولكن هما شافوني. انا فاش جيت واحد خالي بدا تيلوح ليا الهضره ولكن ما تسوقتش ليه، خالي الاخر عيط ليا وطلعني عنده الفوق وجلسني وقال ليا شوفي يا امها داكشي ما منوش، داكشي راه ما تيخرج حتى شي حاجه، سيري قابلي قرايتك. ونصحني بطريقه اللي كانت مزيانه ومتحضره اللي خلاتني انني نحشم منه وندخل سوق راسي. من بعد في وسط العائله كنت نسمع انتقادات وشي تيلوح الهضره لشي، ولكن كلشي كان عليا. مر جدي واحد النهار غادي تجي الوالده تغدى معاهم، وقالت ليها عافاك دي عليا بنتك ماها، ناهيك انها كانت كتفضل بناتها على الوالده ودوزتها عليها ودوزتها عليا حتى انا بالشقة، لانه بناتها كانوا هما المومو ديال عينيها. وقت ما خرجت من القرايه كنلقاها موجوده ليا شي شقا نديرو. خالتي نهضت قالت لبا ها شنو لقينا بنتك كدير وفين وراه شحال مره كتعطل على الدار، عمرو لي راسو مزيان. با حبسني ورجعني معاه، جات واحد عمتي عندنا ومشات كطلبو وقالت لي عاتي شنو خليها انا تقرا عندي وما تضيعهاش تكمل غير عامين ديالها ومن بعد دير ليها اللي بغيتي، تجلسها ولا خدم هذاك سوقك. با حلف لا رجعني انا نقرا، وداز شويه ديال السنوات واخيرا غادي يقتنع وخلاني انني نخدم في واحد الشركه. فهاد الوقيته غادي نتعرف على واحد الشاب اللي بغاني للزواج. فهاد الوقت غادي يبانوا ليا شي حوايج فهاد الشاب اللي ما كانوش عاجبيني ولا تيبينوا على انه نرجسي، وبما انه كنت بنت وسط الدراري خوتي كان الاب ديالي مزيرني وما خلانيش انني نكمل قرايتي، لانه كانوا ناضوا مشاكل كيف قلت لكم وبقى فيا الحال. ومن بعد ما شقت الانفس باش انه خلاني نخدم، فبديت كنعاون شويه الدار. وفاش تعرفت على هاد الشاب قبلته باللي فيه غير باش نهرب من الواقع ديال بوخوتي، وهذا كان اكبر غلط.
قبل ما نتزوج به هاد الشاب كان تيجي عندي حدا الخدمه، وكان بعد مرات كيوقع النقاش ما بيناتنا ويزدح عليا ويغوت عليا. كانوا يشوفوا صحاباتي ويقولوا لي ما يصلحش ليك، انت ماشي نتا داك السيد درت لي فراسي وغادي نتزوج به وسكنت معاه. وقعوا المشاكل في الاول معاه هو وعائلته، كانوا موسوسين داكشي ديال السحر، وغادي يوقعوا المشاكل ما بينهم وما بين ولدهم. هما غادي يمشيو عند واحد السيد اللي كان عراف، كان قال لهم بلي انا وداكشي اللي تيوقع لكم راه وحده معكم كدير لكم من العرس ديالها، وعطاهم المواصفات ديالي انا وماما وتهمنا. واقسم بالله بلي انه الوالده ديالي ما كتعرفش هادشي، لدرجه انه والله ما كتخرج، واذا خرجات ما كتفوتش المنطقه فين كنسكنوا، حيتاش كنسكنوا في العروبيه. حدا كتمشي عند خواتاتها وخويا هو اللي كان كيديها وكيجيبها، غايقول ليا لا راه امك اللي كدير هادشي وكتجيب لينا ومعاونك عمتك. واحد القصة غادي اخترعوها اللي كانت طويلة. وكانوا كيلقاو شي حاجة مرمية عندهم في الدار، وكانوا وقعوا مشاكل وما قدرش نستحمل داكشي كامل. التفاصيل كاملة ما كاينلاش لانه ماشي هي اللي مهمة في الحكاية، انا كنعاود لكم غير الحياة ديالي كيفاش كانت باش ندخل لكم في صلب الموضوع. المهم اضطريت باش انني نسكن معاه في السطح مع راجلي اللي كان عنده بيت، واللي غادي تجيني الفكرة انني نقسمو على زوج بالخامية. النص ديالو غادي ندير فيه بيت ديال الناس ودرت فيه الطبلة، ونصو غادي ندير فيه المرحاض عزكم الله. انا داك غادي نمشي نخدم في واحد الروض حتى حملت، وبالفلوس نتاع الروض هما اللي كنت مره كنخطف بهم الحوايج اللي كانوا تيخصوني للبيبي او لا البيجامات اللي خاصيني، حتى تزاد ولدي الاول. وراجلي ما غاديش ليا حتى حاجه من غير واحد الكويشه وصافي، هزيت راسي براسي. من بعد عامين ديال الزواج عائله راجلي منين شافوا هذا الشيء وولدي دار عام، فبناو لينا واحد الكارسونيير وهما يصلحوها لينا، وكمل راجلي الصلاح ديالها وجلسنا فيها وبقات غاديه حياتنا بحال هكاك. النهار اللي كان كيتعصب على اتفع الحوايج كينوض يدقدق ويهرس. انا تنضر انني نتعايش مع داكشي، ما تنقدرش نهز حوايجي ونمشي لدارنا ولا والو. في سبوع ولدي والعائلات مجموعين والرجاله جايين بالليل دايرين ليه السبوع لولده بالهمه، في الاخير ما عرفش علاش تعصب وناض لحي الماكينه ديال الحوايج وهز حوايجو ومشى. مشى لخدمته، مازال خدم مع 12 ديال الليل، وخلى باه بوحدو ما عرفش شنو لا يسبق ولا يوخر. تيمكدا علينا وتنديروا ليه بحال شي دري صغير، لا انا ولا عائلته، لا ما بغيتش هادي لا هادي حطيها هنا لا ماشي هنا. ناطي عير باه قدام البنايه والخدامه وما كاينش الاحترام. انا فاش تنوض ليا ما تيرحمنيش وما تيعقلش عليا. عندي واحد خويا كان وقع ليه واحد المشكل ودخل الحبس، ولا كيعيرني به ويقول لي غير الزنقاويه تريكت الحباسه، ولا يقول بعد المرات لولدي فين غادي تمشي لديك الخربه، غادي تزاد بنتي وغادي نولي نضطر انه اذا جاتو حالته نهز وليداتي ونمشي نجلس معاهم في الشجره حتى يتهدن هو، ولا نمشي نجلس مع امه. داك الماكله اللي موكلنا واللي كان تيصرف علينا عند بالو بلي انه داير فينا خير هادشي قبل ما نخدم، اذا كان غير حل الثلاجه ولقى غير شي خيزوه خامجه ولا تخسرات ليا شي حاجه تما كيبقى يقول ليا الله ينعل تيت 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 وانتم تصرتوا وبغيتوا تطيروا، وكيجمع كلشي. واما كيجي من الخدمه معصب ويطرطق علينا، هادو هما كانوا التصرفات ديالو. مو كتقول لي راه ماشي لخاطره عذريه، وبقيت متعايشه مع داك الوضع. وكنقول ليهم صابره غدا صابره والسنوات غادي كيدوزوا، الفلوس ما تيكونوش عندي. تنمشي عند الوالده ديالي مره مره تيدوروا معايا خوتي ولا هي 20 درهم 50 درهم كنخبيهم باش ناخذ غير داكشي اللي تيخصني تاع الاولويات الاولويات. غادي تجيني واحد الوقيته اللي هنا فين غادي تبدا حكايتي. وصلت واحد المرحله اللي جاتني فيها واحد الخدمه اللي دبرت لي عليها خالتي، قالت لي واش تبغي تخدمي؟ قبلت لانه الوقت اللي ولدت فيه بنتي كنت غادي نخدم وما يسرش لي الله في واحد الخدمه، وبقيت كنقلب على شي روض غير باش نعاون راسي وصافي. قالت لي خاطر تخدمي مع واحد السيد في المحل ديالو. مشيت تلاقيتو هضرنا وتفاهمنا وتقادينا، عيط لي باش نبدا معاه الخدمه. وهنا فين غيبداو الاحداث اللي ما بقيتش كنحمل حتى انني ندوي فيهم، ولكن انا مضطره انني نشاركهم معكم باش انكم تعاونوني. جيت خدمت وانا في مشاكل اولا في وسط الغرق ديال المشاكل مع راجلي. حماتي غادي تكلف ليا بوليداتي، شويه جات بنتها قالت لها ما تقبطيهمش ليها، هي فاش زدت لهم السوايع في الروض وخليتهم واما تيجيو يكملوا عندي الوقت. غادي نخدم بسالير اللي كان بسيط جدا اللي هو 26000 ريال، 12000 ريال تنخلص بها المدرسه ديال وليداتي، وكتشط ليا 14000 ريال اللي خاص كيتكملي بها الشهر لانه الزوج الماسون ما تيخرج درهم هي التاليه. فاش كتوصل العشيه وتنتم خارجه من الخدمه وغادا داخله للدار كنبقى حاطه يدي على قلبي وكنشهد كلشي منك، لدرجه انه العشاء خصو يتحط في واحد الوقيته معينه، لدرجه انه الخدمه كل صباح تيفيق كيعيرني بها
انا باش نفعني بهذه الخدمه، علما انني كندير بها كلشي. العشيه كيجي كيدير رجل على رجل وكيجلس، ما كيحفظ الدري ما والو، لدرجه الدري فاش تيجي النعاس وانا في الكوزينه كيجي كيبدا يحيح عليا ويعاير، ولدك بغى ينعس خاصك تسربي سيري ليه. تنقول ليه وغير عاوني شويه، هذا لا انا راني عييت. تيبقى يقول لي انا ماشي شغلي. انا ما قلتلكش انك تخرجي تخدمي، شمن ربح انا كاع عندي معاك؟ انت كتخرجي تخسري الفلوس على راسك وتشري الحوايج، ما كتهزي معايا كفوف ما والو. تخيلوا معايا. تنقول ليه ايوا عطيني، تكلف بينا وصرف، والله ما نرجع لهاد الخدمه، راه عندي ربح انني نجلس في الدار سيدي، لانه انا فعلا عييت. شنو غادي نعطيك؟ ما عندي ما نعطيك. قدام با غادي يقول لي واحد النهار بركه عليك جلابه في العام تلبسيها بحالك بحالك بحال عباد الله. شحال مرات يقول لي خرجي عليا ما تبقايش عندي هنا. وراجلي ماشي زعما شي انسان اللي هو ما محتاجش ولا ما عندوش، راه الله مولاك الحمد خص صوره صحيحه. هو فاش غادي يقول لي هكاك زعما خرجي فحالك، غادي نعيط على با اللي جا عندي وقال لي راه بنتك ما كديرش ليا وما كتفعلش ليا، وانا راه بطاطا وخيزو تنجيبهم وراه ما كطيبهمش ليا. درت عنده وقلت ليه سير الله يمسخك، من 6 ديال الصباح وانا تنقاد لك الفطور ونحطو لك فوق الطبله ونمشي نقاد لك الغداء ديالك باش تديه معاك، ونهار يكون عندك نص نهار كنجي نجمع لك فراشك، وفي الاخير كتسبني وتعير فيا. با دار عندي ما زادش معاه كلمه، قال لي يلا معايا. قلت ليه عافاك با غير خليني دابا حتى نشوف شنو غادي ندير، لانه عندي زوج وليدات ما بغيتش نتكرفص، ما عنديش شي سالير صحيح مزيان اللي يخليني واقفه على رجلي، ترونسبور تيقهرني، والديا لي ناس الله يحسن ليهم العوان. حنا تسمينا ازواج غير بالسميه، لانه حتى من المعاشره عندنا نادره. ديما تيقارني بالعيالات وبالفورمات ديالهم، وشوفي كيفاش دايرين ومال جنبك عوج ومال هادي بحال هكا بهاد الالفاظ. وتنقول ليه مالك انت عندك العضلات ديال الرياضيين، علما انني جد عاديه في صحيحتي والفورمه ديالي، وكلشي تيقول ليا في الخدمه بلي انه زوينه لاطاي ديالك، وما بيناش عليا واش انني كاع والده. غادي نولي كل مره غدا غضبانه لدارنا، لانه عييت من المشاكل معاه، حتى من العواشر كيحرمهم عليا بالاعصاب ديالو، لدرجه انه خواتاته تيقولوا لي باز لك صبر عليه. واحد النهار بالليل كنت تنوجد ليه المسمن وداك الشيء الاخر باش انه نديرو ليه في الفريغو، حيتاش لا غد ليه غادي نمشي عند امو نعاونها حيتاش ماتت ليها ما، فاذا به هو داخل خارج عليا الكوزينه. شويه قال لي خرجي، تنقول لي غير صبر، بقاو لي غير هاد زوج نطلقهم من يدي ونخرج. شويه بدا كيغوت وكيدفع فيا، غيخمج ليا وجهي وغادي يبصق ليا على وجهي عزكم الله ويسبني. فاش كتشدو هي السيريه ديال الاعصاب ما تيبقاش يعقل على شي حد. حيد لينا البوله من الكوزينه وقال لينا دابا والله لا كليتو شي حاجه، راكم شبعتو يا المساخيط. بقوت هاد الشيء وليت كنحس كانني عايشه مع خويا وماشي راجلي، لانه ماشي غير عصبي وعنيف، ولكن حتى الحياه الزوجيه ما بيناتنا شبه منعدمه. ولادي ما كيشوفوش الحب في الدار نهائيا. واحد النهار غادي يهز الصمطه وغادي يضرب بها ولادو، كل واحد فين بقات ليه الاماره ليومنا هذا في صحته. اش غادي نقول لكم، كل مره تيدير لينا عقوبه من نوع اخر، ما تيعطيني حتى ريال، هز راسي براسي، لدرجه وليت كنسول راسي باش هو نفعني وشنو زايدني في حياتي. شحال من واحد قالها ليا، تيقول لي راجلك حكار. واحد النهار قال لي ما تبقايش تمشي الخدمه، ولكن تحديته صباح الصباح ومشيت. ملي جيت في العشيه جبت ولادي معايا، لقيته كيتسناني وهو يقول لي ما غاديش ديري معايا حل. اش من حل ياك هضرنا. قلت لك اذا مشيتي للخدمه ما تبقايش ترجعي عندي لهنا. واش كدوي من نيتك؟ اه راني دويت معاك كلام واحد، غادي تهزي القفه وتمشي تقدي وماشي انا اللي غنولي نتقدى. ايوا اذا جيت انا نتقدى ونهز الدار اخويا راه بزاف عليا، وعلى مالي انا عباد الله مسرحين رجليهم في القهاوي وانا نمشي نجيب لك القفه قابلي ولادك، شمن ربح عندي معاك؟ هذه الجمله صدع لي راسي بها، نخرج في عيني واخا خوافه غادي نتجرا وغادي نقول ليه حتى انا خويا اش من ربح عندي معاك اصلا، حتى انا بغى راجل اللي يخرجني ويسخن ليا كتافي ويتهلا فيا ونعيشوا الحب مع وليداتنا. تيقوني اذا قلت لكم بلي 10 سنين عمرني ما سافرت مع هذا الراجل. ايه لدرجه انا وليت دايره واحد القشيشيله كنجمع فيها فليسات باش نسافر انا وليداتي، لانهم تيكبروا وتيعرفوا وتيقولوا لي علاش حنا ما تنسافروش بحال الدراري الاخرين مع عائلاتهم. وليت انني نضطر انني نجمع من الفلوس نتاع المصروف غير باش نحط واحد الهدف انه نمشيو نكريو غير بيت في شي مدينه ونخرجهم، مع العلم انه باهم بامكانه انه يصفرنا ولكن ما عندوش هاد الثقافه. المهم غادي يهددني اذا ما خرجش من الخدمه، غادي نخرج من الدار وما نكذبش عليكم انا خوافه وما كنعرفش ندابز، ولكن مع هادشي اللي تيدوز عليا تعلمت انني نخرج فيه حتى انا عينيا، لانه ما نفعني بوالو وهز راسي براسي زيف حياتي. تخيلوا معايا اذا ما شريتوش لراسي والله ما لقى لي يشريه ليا، عمرو قال لولدو ولا لبنتو هاكو سيرو شريو غير بيمو. المهم فاش قال لي داك الكلام قلت ليه صافي هادشي اللي بغيتي، والصراحه حتى انا لقيتها من الجينات والناس، لانه عدفتو
وليت عايشه معاه غير بزز. بديت كنجمع حوايجي وبدا كيعاير فيا بالكلام ديال الزنقه وراك فرعنتي وكون ما سترتكش كنتي دابا ضايعه في الزناقي، وكلام فاحش كله اهانه وسيري شوفي لالياتك. وسط هادشي كله فاش عايشه هاشنو غادي وقع ليا؟ بقيت كنضرب تماره ما بين الخدمه والدار وكنستحمل الاهانه وقابله وحانيه راسي. العلاقه بارده وخاليه من المشاعر. فاذا به السيد اللي انا خدامه عنده ما عرف شنو جاب ليه في باله وبدا كيبارخ في الاهتمام من جهتي. مثلا اذا جيت شي نهار لابسه شي حاجه مزيانه تيقول لي هادي جاتك زوينه. المهم بحال هاد الكلام اللي ما كنلقاش في داك السيد اللي هو الزوج ديالي. انا عارفه بلي انه هادشي اللي غادي نقول لكم غلط، ولكن هادي حقيقه ما يمكنش ليا نخبيها، ضراتني في راسي وخصني نشاركها معكم باش تعطوني حل. ديما تلقاه مهتم بالمظهر ديالي وبادق التفاصيل فيا، وهذه هي كانت نقطه ضعفي. بقوت ما اني من صغري عشت وسط الصرامه وقلت الاهتمام وقلت الكلام الزوين فاش سمعته من عند هذا الشخص ما عرفش شنو وقع ليا. كان السيد مره فاش كيشوفني خارجه من الخدمه تيقول لي يلا نوصلك، اولا نهار كانت تحنسر ونجيب وليداتي عندي الخدمه كيهتم ليا بهم، علما انه هذا الشخص عنده علاقه بواحد البنت بحالي لمده شي 9 سنين، ولكن انا من دون كاع دوك البنات اللي كيخدموا تما. كيجي لعندي وكيسولني شنو خاصك شنو بغيتي، وعاد الثقه اللي عاطيني السوارت انا اللي مكلفه بهم والشواري. نهار غادي طيح الشتا تيقول لي غادي نديك عند ولادك باش انهم ما يتكرفسوش بالشتا، واذا هما جاو عندي حيت هو عطاني الضوء الاخضر باش انهم يجوا عندي لانه شرحت ليه الظروف ديالي، غادي يزيدني 200 درهم في الصالير اللي بها وليت كنخلص ترونسبور ديال بنتي. الاولاد كتجي مع خواتها هي اللي عندي هنا، نهار الجمعه كيدي معاه ولدي يصلي الجمعه ويخرج معاه ويتقدى لهم بزوج، وكيجيبهم هازين ميكات عامرين بالتقديه. الايام اللي تكون فيها غدا لدارنا وتنقولها ليه تيقول لي انا اللي غادي نوصلك، عاد اذا سمعني مره غدا ولا جاي يمشي بلاصه وما غاديش نحل في الصباح كان كيسمح ليا. واحد النهار سمعني انني تناقش مع راجلي في التليفون وجا قال لي داك راجلك ما يستاهلكش، هو انت عيط ليا فحال اختي وانا كنت نعيط ليه فحال خويا، ولكن كل مره كان تيدير شي حاجه اللي في المفروض انه راجلي هو اللي خصو يديرها وهو اللي خصو يلاحظها حتى غادي نتعلق به تعلق اللي كان خايب. لدرجه الفتره اللي واحد النهار غادي يجري عليا فيها راجلي وغايجيب با واحد الليله كنت وصلت لواحد المرحله انني كرهت غادي ياخذ ليا الدراري وقال لي غادي يبقاو معايا. هاد الوقت فاش كنت نمشي للخدمه بقيت كنلقى المتنفس الوحيد ديالي هو مع هاد السيد اللي خدامه عنده، مره كنضحكوا مره كنشطوا مره كلمه من هنا مره كلمه من هنا، حتى ايه داكشي اللي في بالكم غادي نطيح معاه في الغلط وغادي توقع ما بيناتنا علاقه في الخدمه في الوقت اللي كتكون الدنيا خاويه. والطمه الكبرى انه هادشي اللي غادي يوقع غيوقع ما مره ما زوج، غادي تكرر القضيه بزاف ديال المرات. فاش كتسالي ديك اللحظه ما نكذبش عليكم ما تنحملش راسي، علما انني هادشي عمرني ما درتو انا عزبه ولا حتى فاش تزوجت. واحد النهار غادي نجلس مع هاد السيد وغادي نقول ليه اللي وقع ليا معاك راه عمره ما وقع ليا في حياتي من قبل، وراجلي نهار عرفتو عمرنا اصلا ما وصلنا لهاد المواصل. غادي يقول لي صافي نحاولوا دابا نقد هاد الامور وهذه وهذه وهذه، علما انه تيقيل كيدوي مع الخليله ديالو قدامي وبزاف ديال الحوايج، ولكن ما عرفتش علاش كنت كندير هادشي معاه. حيتاش من بعد كيجيني واحد التأنيب ضمير خطير، وبالليل ما كنعش تنبقى غير كنصلي وكندعي الله يا ربي يا ربي بعد عليا هادشي، راني ما بغيتش نغلط مره اخرى، راني بغيت غير نربي ولادي، راك عارف يا ربي الهم اللي عندي مع راجلي وعايشه معاه خير بزز باش انني ما نتكرفسش، يا ربي ما تزيدنيش هاد الذنب. اغلبيه ديال الوقت راجلي هاجرني واخا تندير مجهود وكنضغط على راسي ونصلح الامور ونتقرب منه، ولكن هو ديما كان كيهرب مني. مره كيجيب ولده حدايا ويصدرني نبات في الارض، مره كيجيب بنته، كل مره وشنو تيدير حتى عقت بلي انه ما باغينيش. واليوم هو تيلومني انا وتيقول لي بلي انت اللي فيك المشكل. شنو هو المشكل ديال الفورما؟ وانا تنحاول معاه وما بغيتش نطيح في نفس المشكل والفراغ اللي معمرو شخص واحد اخر بغيت هو اللي يعمرو ليا. واحد النهار غادي نهضر مع واحد الكوتش وغادي نعاود ليه التفاصيل، غادي يقول لي السيد اللي انت خدامه عنده راه شخصيته نرجسيه اكثر من راجلك، وضروري باش انك تحبسي من هادشي خصك تخرجي من هاد الخدمه. هنا فين قررت انني نحبس من الخدمه، ولكن لقيت بلي انه والله ما عندي البديل عليها وراه هي اللي هزاني. وما يمكنش لكم تخيلوا راه اذا والله حبست الخدمه راه والله ما عندي حتى باش انني نشري الدواء، والدي على قد الحال انا كنتقاتل وكنحيد وكنصدق وكنخرجها من دم جوفي حيت سمعت بلي انه الصداقه غادي تعاونني باش انني نخرج من هادشي اللي لحت فيه راسي. كنحاول وكنجاهد في راسي كل
كل نهار كنقرا سورة البقرة، وكل نهار قبل ما ننعس كنقرا سورة ياسين، وكنصوم كل خميس على الأقل أنه ربي يغفر ليا ونحيد من هاد الطريق، حيت ما بغيتش نطيح فيها ولا نبقى فيها. عندي وليد وعندي بنيته، أقسم بالله حتى بغيتهم أنهم يعيشوا ويلبسوا ويشوفوا ويخرجوا وما يعيشوش داكشي اللي عشت. بغيت ولدي يكون راجل ويقرا ونفرح به، بغيت هاد الصبر اللي أنا صبر عليه نشوف الثمار ديالو، حيت كنضحي بحياتي وبمستقبلي عايشه مع انسان ما بقيتش حاملاه. كنحاول غير نتفكر شي حاجه زوينه معاه، والله ما كنلقاها. قبل ما نخدم راه ما كانش تيعقل عليا، يعني نهار خدمت هاد القليل اللي كان كيتعطى ليا شديت به بسناني ودرت به بزاف ديال الحوايج. الله يرحم لكم الوالدين لما نصحوني، لانه هاد الشيء فعلا معذبني، حسيت براسي مطيحه من قيمتي. انا سمعت لا قصص، وكاين اللي كفس مني، وكاينه اللي صابره، وكاينه اللي ما تنبان فيها حتى نقطه وسط هاد الشيء اللي مدوزه، ولكن والله حتى هاد الشيء معذبني وما مرتاحاش. انني نغضب مولانا وفي انني نخون راجلي اللي حرمني من الوجود ديالو. فيكم اللي غادي يقدر يقترح عليا ويقول لي سيري دفعي فشي بلاصه وبدلي الخدمه، راني ما خليت فين قلبت وما خليت فين دفعت لدابا، ولكن مازال ما جابش الله. انا مقتنعه بلي انني نحبس الخدمه لانه فعلا تعلقت بهذا السيد بزاف، وشي حاجه مخلياني انني مربوطه به، واخا راني ما بغيتوش وتنطلب الله انه يبعد عليا. راه همي كبير لا انني نخسر مولانا، غير تنضحك شويه وكتضرب لي هذه القضيه في راسي تنجمع الضحكه، حيت هادشي يجيب لي الله بلي انني مسخه. تنبقى نقول مع راسي انا تندير هادشي، انا اللي عمرني ما طحت في حال هاد الغلط، انا اللي كيفاش تنربي وليداتي وكنتقاتل حيت باهم ما مسوقش وما عارفش انه الدري خصو يدخل لاصا لانه نفسيته مهدمه وتيخاف بزاف بسبب العصبيه ديال باه وعدم الاستقرار ديالنا في وسط الدار. ما عارفش انه ولده تيحماق على اللغه، ولكن كتجيه صعيبه لانه ما عنديش الجهد باش انني ندخلو السونتر يدير ساعات اضافيه، مع العلم انه باه يمكن يدير هادشي كامل. انا عارفه بلي خاطط هادشي كله ما كاينش عذر، فيكم اللي ما غاديش يتقبل هادشي وصعيب يتسمع، ولكن راني ما عارفه شنو تيوقع ليا. وقت الاستراحات ديالي تنخرج من بعيد ناكل في شي قنت غير باش ما نخليش شي وقت فراغ ولا خلوه فاش يجي عندي فيها. بعد المرات كنمشي صايمه باش ما يقربش مني. دويت مع ماما مره مازوج وقلت لي عافاك الله يسهل عليك قلني عليك، تيبدا يقول لي انا راه ما تنقدرش وما غاديش نخليك تحبسي من الخدمه. قلت لي اذا استمريتي بحال هكا غادي نحبس، لانه ما يمكنش نبقى قابله هاد الحاله. في ديك اللحظه تيقول لي صافي دابا نولي نزير راسي، ولكن والو وسط هادشي كله انا ما عرفتش شو غادي ندير. حقدت على راجلي لانه تيقارني بالفورمات ديال العيالات وبلي انا ما معمراش ليه العينين، وهاد الاهانات والحرمان الى ما اخره خلاني انني نتعلق بانسان حتى هو كيستغر غير الضعف ديالي. وسط هادشي كله مع الوليدات تقاتلت على بزاف ديال الحوايج باش انني دفعت الباك حر ودوزته وشديته ودوزت البيرمي اللي ما كانش عندي وتقيدت في الجامعه. طموح ديالي كبير، ولكن التعلق ديالي غادي يخرج لي على بزاف ديال الحوايج. شنو ندير؟ هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه مها يا ساده الكرام. غادي نخلي كل من سمع قصتك انه يعطي الراي في الموضوع. الحاجه الوحيده اللي غادي تسمعي مني هي رحمي دوك الوليدات ورحمي راسك معاهم، ولكن الاختيار في طريقه الرحم. اما الخيانه يا اختي مها ما عند حتى حد الحق فيها، ورغم الظروف كيف ما بغات تكون الخطا تيكون مره وما خصوش يكون في هذا الباب اصلا، اما فاش كيتعاود ما كيبقاش يتسمى خطا. كلامي ونصيحتي عطيتها لك في الخاص، غادي نخلي المتابعين الكرام وهم اللي غادي يعطيو الاراء ديالهم. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.